جزاكم الله بالخير. بتكلم عن اليوريكا سينجل دوز وبنهي موضوعها واكثر واغلب التساؤلات اللي جتني. بجاوب بشكل عام عن الطاحونه من تجربتي الشخصيه ومن آلتي الشخصيه اللي عندي هذه. طبعا شاركتكم بالاستعراضات والتجارب السابقه، شفتوا كيف الاحتباس فيها وقدام عيونكم. حبيت اني ادور حل. طبعا حل الحل اللي سويته حل بعض الاشكاليات، لكن ما زال الاحتباس موجود. بشكل عام الطاحونة كتناسق، كطعم كوب نهائي، كتجربتي فيها بالاستخلاص شيء جبار صراحة وابهرني. وتجارب بعض الناس اللي تراسلون معي وشروا نفس الطاحونة بنفس الوقت اللي شريتها صراحة يثنون عليها من ناحية الطعم. صراحة تجارب الناس اللي راسلوني تجاربهم من ناحية التناسق من ناحية الطعم ما شاء الله معطية نتائج جبارة. طبعا أغلبهم سووا لها السيزنينج، واحد من الزملاء يستخدمها على R9 برشا بروفايل يثني عليها جدا. أنا تجربتي الشخصية أثني عليها من ناحية الطعم، أثني عليها من ناحية التناسق. طاحونة جميلة كسعرا وكجودة، لكن فيه إشكالية اللي هي الاحتباس. الاحتباس كلهم عانوا منه، كلهم تكلموا عنه وعانوا منه ونفس الإشكالية. الطاحونة سينجل دوز، سينجل دوز بحيث أنك مسمى سينجل دوز أنك تحط جرعة وتطلع لك نفس الجرعة، لكن في احتباس. زيرو تنشن كلام مو بصحيح. الريتنشن فيها يعني بعد التعديل الآن، طبعا هذا يتكلم عن تجربتي الشخصية وعن الآلة اللي عندي هذه. والآلات آلات الزملاء اللي اشتروها وجربوها وتواصلوا معي، تواصلت معهم بكل صغيرة وكبيرة، كلهم عانوا من الاحتباس. جتني أسئلة بالخاص كثير إنه هل تنصحنا فيها ما تنصحنا فيها. بعضهم اشتروها يقول يقولون ليتنا ما استعجلنا. لا، أقول لك تجربتك هي اللي تحكم. جرب طعم الكوب، جرب التناسق، جرب الطاحونة بشكل عام، وقتها بتحكم أنت هل هي تناسبك ولا ما تناسبك. مثلا طواحين اللي قبل مرت علينا، مثلا النيش، في ناس عجبتهم وناس ما عجبتهم وناس ذموها وناس مدحوها، فلا تحكم إلا بتجربتك الشخصية. طبعا تكلمت قبل عن المجرى اللي جامعه من الشركه، اغلبه مقفل بطريقه هذه، الفتحه بس من فوق. فواجهت ان البن اللي تحت يحتو بس تحت هنا، ما يطلع من اللي فوق. فلما يتكدس تحت البن الجديد يطلع من فوق ويسحب معه بعض البن اللي محتو بس تحت. فبعد عده طحنات لما احط 19 يطلع لي 19.3.2، وهذا الشيء اللي ضايقني صراحه وخلاني انجبر اغير المجرى. ف طلبت هذا المجرى اللي هو حق سبيشاليتا، طبعا يجي اكبر في عمق لان السبيشاليتا قرصه 55 فيحتاج عمق، وهذا عمقه يصير لانه 65، فاحتجت اني اقصه. طبعا قصيته على مقاس بالضبط، هذه كان فيها فراغات اول، اذا ضغطت البلو اب ما كان يطلع البن المحتبس وكان يطلع مع الجوانب ويدخل داخل الطاحونه. فهذه حرصت اني اقصها بدقه عشان طابق الفوهه، فعشان تسكر المجرى ما يطلع البن مع الجوانب. هذه القطعه حاطينها الشركه مع المجرى، ما ادري وش المقصد منها، او انها تخفف تكتل البن على جوانب او شيء. فجربتها فتره وشلتها ما ناسبتني، خليتها بدون قطعه الستانستيل هذه. طبعا بصور التشابه بين حجره الطحن في الاتوم، هذا الاتوم 75 حجره الطحن، وهذا حجره الطحن حقت السنجل دوز، مشابهة جدا. فمن الطبيعي انها
راح يحتبس البن تحت، لكن مع البلو اب حل المشكلة شوي، واللي حل المشكلة اكثر اللي هو هذا المجرى. شوف كيف الفتحة كاملة مع المفك التكتلات، خليته بدون قطعة ستانلس ستيل. لو بركب قطعة ستانلس ستيل راح تكون في بروز هنا، مع نزول البن يحتبس تحت تحت القطعة. في حال انك تنزلها تحت شوي بس راح يحتبس مع الجوانب البن اذا خرج، فاستغنيت عنها. جربتها، فكرت بطريقة ثانية اني اركب الستال ستيل بشكل مقلوب بالطريقة هذه، بحيث انه ما يلامس البن، ما يلامس الربل، لكن برضو ما نفع كثير. لكن لو بتخليها عادي يعني ما هي بها اشكالية، عشان ما يتجمع البن على الربل، لكن استغنيت عنه بشكل نهائي انا. وهذا التعديل. الحين صار البن حتى اللي تحت القاعدة حقت الترس اللي تحت لو تضغط بلو اب بينزل معك قبل كل طحنة، وريحتني كثير هذه. بغض النظر عن الاحتباس، بيحتبس البن من تصميم حجرة الطحن، نفس حجرة الطحن الاتوم الباتش دوز. هذه نسميها سنجل دوز عشانك تحط جرعات، اوكي، بس الاحتباس فيها موجود، زيرو ريتنشن زي ما قلنا غير صحيح. وهذا التعديل اللي سويته. الحين البلو اب هذه القصة خليتها داخلة جوا شوي عشان تسكر الفتحة نهائيا، عشان كل البن يطلع من هنا، حتى البن اللي تحت بيطلع مع التشغيل طبعا، تضغط بلو اب بيطلع البن. يعني هذه التجربة قدامكم. صراحة من ناحيتي أتكلم، ناسبتني مع التعديل، بحيث أني أطلع البن القديم بيطلع لي جرام تقريبا 1.2 1.3، أنظف المجرى، أطحن طحنة الجديدة يحتبس منها جرام وربع جرام، يعني إذا حط 20 جرام يطلع لي 18.6.7 بالحدود هذه، ما عندي إشكالية. مقابل الكوب اللي أشربه منها، مقابل التناسق، ما أشوف من ناحيتي أنا ما أشوف فيها إشكالية. بالنسبة لسعرها، بالنسبة لجودتها، جودة تيوركا، لكن اللي ضايقني سالفة الاحتباس وسالفة الفتحة الصغيرة. لكن إن شاء الله أني تعديت المرحلة دي واستمتعت بالتجربة، واستمتعت بمعرفة. وزي ما قلت سوى شيء، تجربتك الشخصية هي اللي تحكم. اللي قال لي تندم واللي قال لي لا بالعكس جرب وشوف. وحتى اللي ما اشترى الآن، إذا خاطرك فيها أنا أقول لك عطني مثيل للسعر ومثيل بنفس الوقت للتناسق اللي تعطيك إياه، ما في بالسوق بالتناسق هذا والسعر هذا. في ناس ممكن تناسبهم بنفس تعديلات الشركة، نفس الفتحة الصغيرة، نفس كل شيء ممكن تناسبهم، لكن أنا ناسبتني بالطريقة هذه. صراحة كانت مزعجة أول، أنا كانت تعطيني بن قديم مع البن الجديد مع بعض طحنات كثيرة، طبعا يحتبس ويطلع لك مع الطحنة الجديدة. فبالطريقة هذه بالتعديل هذا أقدر أطلع الحين البلو أب تفعل معي، أول ما كان فعال نهائيا، واللي عندهم نفسها يجرب كان صار فعال ويطلع البن المحتبس. طبعا كانت تجربة الحمد لله، عرفتني أشياء كثيرة، تعلمت منها، تعلمت أعدل، تعلمت وش تفاصيل الطاحونة، والحمد لله استفيد من كل جهاز. الحمد لله اشتريه لازم افكه ولازم اشوف تفاصيله، اتفحصه، اشوف كيف آلية عمله. فالحمد لله اعطتني تجربة جميلة. ولكن الاستخلاصين اللي نزلتها قبل سنابات هذه، كنت متقصد انزلها، كسرت قاعدة. طبعا كسرت القاعدة اللي هي بالاستخلاصين اللي قبل، اللي دائما نسمع البلو اب يخرب لك الاستخلاص وتشللينج ويسبب لك مشاكل بالطعم. كل الاستخلاصين جربت بلو اب واستخرجت البن مع الطحنة واستخلصت الأولى واستخلصت الثانية للتأكيد.
ونعمت الطحنة بعد. دليل على جودة تروسها وتناسقها. لأن جتني أسئلة مقارنة بالأتوم، تناسق تناسقها جميل وكلهن كفاءة عالية. بالأخير أقول لك استخدامك وتجربتك هي الحكم. من أي جهاز، سواء طحونة سواء مكينة سواء أي شيء، حتى التامبر حتى المفكك، تجربتك هي اللي تحكم وش احتياجك. وإن شاء الله أني طولت عليكم، إن شاء الله أنها فائدة للجميع إن شاء الله، والله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله. ومع الأي... وإن شاء الله التجارب مع الأيام قائمة والتعديلات قائمة. لكن حبيت أنقل لكم تجربتي الشخصية، والله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله.